يد آسيا سيل مع يد سفراء النظافة بحملة موسعة، حملة لتنظيف ضفاف نهر دجلة على شارع أبي نواس. شاركت آسيا سيل عبر موظفيها ودعمها بالحملة، خطوة من خطوات ومبادرات الشركة لتعزيز هذه الثقافة وإزالة النفايات. اليوم احنا سعيدين بتواجدنا مع الشباب المتطوعين من حملة سفراء النظافة، حيث تشارك شركة آسيا سيل خلال دعمها لهذه الحملة، وكذلك مشاركة موظفين المتطوعين في حملة تنظيف ضفاف شواطئ دجلة، والتي ستستمر الشركة بدعمها. وجاءت مشاركتنا هذه الحملة انطلاقا من حرص الشركة على نظافة ضفاف الأنهر. مشاركة آسيا سيل عبر بوابة مسؤولياتها المجتمعية جاءت للمرة الثانية مع فريق سفراء النظافة، الذين عبروا عن شكرهم لمساندة آسيا سيل لهم كرة ثانية. احنا للمرة الثانية تجينا مشاركة من آسيا سيل ببعض التجهيزات، وكذلك حضور من كادرهم. سعيدين انه نشوف الشركات سواء شركة كبيرة او صغيرة انه تجي تشارك، ويجون موظفيهم ويحضرون ويانا ويساهمون بهذا العمل التطوعي. وتؤكد شركة آسيا سيل انها ستستمر في دعم الحملة لتغطية مناطق اوسع من خلال ازالة المخلفات الضارة للبيئة، والتي تعد ضمن اولويات الشركة بنشاطاتها المجتمعية. حملات تطوعية بيئية تسعى آسيا سيل عبر دعمها لتعزيز ثقافة العمل التطوعي من أجل المساهمة جميعا بتنظيف ضفاف نهر دجلة. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.